كان مختصر جدا وفي الجول جدا وليه معاني كتيره جدا جدا. احمد فتحي شايف خروجه دلوقتي عادي ولا يقعد؟ احمد فتحي عنده حسبه لازم هو اللي يحسبها. احمد فتحي اعطى للاهلي كثيرا، لكن في واحده من جولات احمد فتحي اصر على الرحيل، اظن صوب عرض قطري على ما اذكر، تمام، انقطعت يعني السبل بينه وبين منتخب مصر، الا حين قرر الغاء هذا العقد، الغاء هذا العقد تاني اهو، وعاد ليرتدي تيشيرت نادي الاهلي ومن ثم يظهر مجددا. واحمد طبعا لما بياخد مكانه في النادي او في المنتخب يصعب زحزحته، لكن لو حضرتك فاكر في جولاته التي خرج خلالها لا يمكن ابدا الكلام حول انه كان موجود في منتخب مصر وقتها. بالظبط، ما اظنش انه حد شافه على بالزبط. اهتمامات كان باهت كوبر باهت كمان، حتى مستواه من كمان باهت. اساسه يعني. وبالتالي هو الان في مفترق الطرق، مش في مشواره الكروي، في فكره الاحترافي. هل هو يريد الذهاب؟ الحكايه بالنسبه له 50-50، وبالتالي هو دلوقتي القادر على تحديد اهتماماته، لكن على الا يغفل ان النادي الاهلي ايضا اكثر حرص على منظومته، مش تمام. ببقاء احمد او رحيله طب او عبد الله السعيد او رحيله. خلينا في المصلحه العامه، هل تقتضي مصلحه النادي الاهلي خروج احمد فتحي واعطاء الفرصه لهاني والباسم، باسم 29 سنه لعيبه؟ مؤكد اللي تحدثوا معاه من مسؤولي كرة القدم تحدثوا بنفس اللغة، مؤكد، لأن مفيش مشروعية غيرها. أن تتحدث كلام منطقي، كلام طبيعي، وبالتالي أكيد أنت تقدر تلعب باسم اللي بيظهر بمستويات رائعة. طبعا أحمد فتحي يجرد خارج السرب في المكان ده، لكن باسم فابننا الجميل اللي بيلعب جوه وبره، هاني يعني بقى بيلعب سرد باك كمان، وبالتالي الحسبة حسبة فنية، لكن جزء كبير منها أحمد فتحي عاوز إيه. تمام، أنت شايف إيه؟ لا أنا الحقيقة بقول لفتحي لا تغادر، على الأقل أنت في موسم استثنائي هو موسم كأس العالم، حلو، بلاش تغامر وتراهن يعني في أماكن مهما كانت الضمانات، لكن مع الأهلي ببطولات القارة بوجودك على مقربة من منتخب مصر دائما، أظن أن أنت جاهز وفت مهما كانت الدوريات حولنا، والدوري السعودي طبعا في القلب منها وأحد الدوريات العظمى الحقيقة في المنطقة، لكنه ليس بالمنافسة وأنت مع الأحمر الأهلي. بس دي وجهة نظر أنا، قد يكون يشملها سمت حب لأحمد فتحي وحب المنتخب مصر، لكن عندما يتحدث الاحتراف يصبح على اللاعب أن يطبق القاعدة على نفسه، لكن بعيدا عن فكرة يدلعوني يسلم، يعني مثل بلدي كده زمن طويل الناس عايشة عليه، اللي هو في ديانات أخرى يقول لهم يدلعوني أروح لما الإسلام ظهر مثلا، وبالتالي العرف بيقول ان هو اللي عليه الاختيار، لانه المساله خاصه بيه. ما ينفعش بيقول للنادي الاهلي عشان اجدد لك سنتين طلعني 14. انا ما بقولش انه قال كده، ولا اظن انه لاعب بحجمه وخبره وطيب خلق وسير وسلوك احمد فتحي يصل للنقطه دي، انما الزنانين يمتنعون. لكن احمد عقليته احترافيه شويه. طبعا احترافيه طبعا شوية. ولما لا ولما لا، لكن النادي الاهلي الاحتراف فيه هو احتراف اسري، احتراف عائلي، هو لا هو احتراف لا عواطف. عارف زي ايه؟ زي موقف ابننا احمد العش اللاعب الجميل ده، مش عارف حضرتك عرفته ولا لا، اكيد طبعا، لكن خلينا نقول لجمهور النادي الاهلي وجمهور برنامجك انه اساسا حصلت صلاه على اعلى مستوى، انه ما قدمه من تنازل ثم لم يتم انهاء فكره التعاقد، حصل الاهلي على وعد كامل بان يرتد للعيش كامل حقوق، رغم ان الاهلي بقى خارج السباق. هذا هو الاحتراف بعواطف أكيد. يعني انما احتراف مغلف بكباره النادي الاهلي. اكيد اللعيبه اللي مع كوبر بيبقوا حاطين في اعتقاداتهم ان كوبر استحاله يغير اعتقاداته بالنسبه للعيبته. وارد وده وارد. كأحمد فتحي لو طلعت حتى لعبت في الدوري الهندي انا عارف ان كوبر هياخدني. والله شوف، هو صح الكلام هو ولا هو قياسا بفكر الدولي، وانت رايح بقى على بطوله، مش تصفيات، مش اختيارات، مش تكوين فريق، انت راجل نجم كوره خلاص، الراجل في يقينه هناك اعمده رئيسيه للفريق. تمام. لكن انا بقول له، هل انت تضمن نفس العلامة الكاملة من الأداء في وسط زملائك في النادي والرضا التام فنيا من الجهاز الفني؟ هناك ضمانات بقى خارج إيديه،